صيام النفل لا يلزم إكماله، إن شاء الإنسان أفطر، لكنه لا ينبغي أن يفطر إلا لسبب، لأن الإنسان إذا شرع في طاعة الله عز وجل فإنه لا ينبغي العدول عنها إلا إذا كان هناك سبب شرعي يقتضي أن يفطر، مثل أن يقتم إليه ضيفان ولا يرون إكرامهم إلا بأكله معهم أو ما أشبه ذلك من الأسباب، فهنا الفطر أحسن. أو يدعوه إنسان إلى وليمة ويرى هذا الداعي أنه لا تطيب نفسه حتى يأكل هذا الصائم، فالأكل أفضل. وأما بدون سبب فلا ينبغي أن يفطر، وإن أفطر فلا حرج عليه. أما إذا نوى الإفطار كما في السؤال، نوى الإفطار لكن ذهب ليتناول الطعام، فإنه يكون مفطرا سواء وجد الطعام فأكله أم لم يجد. لكن إن لم يجد ونوى استئناف الصوم، ونحن نتكلم على أن الصوم نفل، فإن له ذلك، لكنه لا يثاب على هذا اليوم إلا من النية الثانية. فإذا نوى في نصف النهار فليس له إلا أجر نصف يوم فقط. هذا إذا كان نوى الفطر لكن ذهب ليأكل. أما إذا قال سأذهب إلى المطعم إن وجدت شيئا أفطرت وإلا فأنا على صيامي، فهذا لا ينقطع صومه حتى يجد ما يأكله فيفطر. نعم.